الدكتور عبد السمد حسن او كمدا تخاتير الصوماليات كتغي مجالات مقدشو ايا وحا او غاري دغمدا بو هول اسغو هلكاسي كبلاباي مشروع اندها لوغو فيقايو دد مركاسي ان مدعه اندها ان وخ كاركينن او كو دقن ديغانكاسي وري الصومالي ترى على دكتور او جوغا ديغانكا بو هول ايا وركن هلكا كسو دري magalada boo hoolana waxa ka socda mashruuc balaadhan oo indhaha lagu fiiqayo dadka qaba xanuunka indhaha laanta ayaa waliba kuwa ka cabanaya xanuunka indhaha mashruucani indha fiiqista boo hoole waxa ka wada dr Cabdi Samad Xasan Haye oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya doktorka waxa la yiraahdo boo hoole waxa uu qalitaan ugu sameeyay in ka badan 7 qof oo iyagu saaka markii sharootooyinka xal indhaha lagu dhajiyay saaka laga furay si toos ah muqaalkoodii uu dib ugu soo laabtay dadkani ayaana isugu jiray kuwa muddo fara badan indha la'a oo muuqaalkooda waayay waliba kuwa dhawaan indha beelay waxaan imika xaaladooda caafimaad tahay mid aad u wanaagsan waxaan la kulmay qaar ka mid ahdaasi مركز لما يجيك إلى يجي النوكي هذا الناس وكيف يحصل؟ إلى يحب من يحل إنه هذين بركة خلينا يديك إن الله بركة. أنت تصل خير اسمع. ها. مسوي. كل زمان دام خوي هذا مركي مركورة الدم بيني. أنا يا عم بكسر لك ورسول مركز. آه خلنا بكسر لك ورسول. مركز جواكي حرب عثمان. أوكي. inta ka dibna waxa la kulmay dr Cabdi Xamiid Maye oo ka mid ah bahda caafimaadka boo hoole xarun weyn oo caafimaadna kula magaalada boo hoole dadaal dheerna u galay sidii dr Cabdi Samad Xasan Haye oo iman lahaa magaalada boo hoole qalitaan ugu sameey lahaa bukaanada ka cabanaya xanuunka indha la'aanta ugu dambeyntiina waxa la kulmay dr Cabdi Samad Xasan Haye waxaana uga waramay qalitaanada ku sameeyay dadkan ay la soo dirisay xanuunka indha la'aanta balse imika muuqaalkooda dib u soo laabtay أم آدي 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 رحسن هاي هوشن أم كور مهلكن أو أخ كلينكي إندها و إلهي ركما هاتسي هاي مركا لبادو ركما سيدة دكتور عبد السمد حسن محمد وأن ملف وغيرني حمد بار وغيرني وديار دو صور راعي ونقا أقبل عطسي إلو تاس مقران سعسي وان مقال هورا وابوني تدكير هورا وابوني إلو نووي ما دخل كاس وعاش سمدي نقا أقبل وساكر فاس سوسنا يا حتاسي آه يا بنو قدام هذا غينا إلهي ورجولي هوش دتك سوى ناس بيت كروس ولوين سوى ناس بقى مقابلة دي سي يوم كراسا يو دتك مقابلة بحي قلي صوب بحي شغلة لا تقف بحر الغالي وفي عين هساك هذا وش يجري واحد بقى تام قبل جدي وهو أكيان وادي جدوي مركا طبعا من بين الطرع الحميد وبدي الشيء وأصح بيسكي بدي كمولة تيجا وحنا يعني ما شاء الله كان عندي ميت وحنا نقول صلى الله عليه وسلم انت تفق نواتقني وانا واحد واجب انا نبغى خوف قصه ولاها كعب علي انا نقال له ماشي فوق ودقيه وانا مشروع انت بدل ما عوضنا وبدل ما صار لنا عفونا وتلوري كثير من هذا تلوري كنت على الاخر وقت فرحان وين بين جلسه يعني كنت مسؤول بها مسؤول وين في سلاليه قابله راسنا وحان أقوم هاد علمي على هاي تسكو شعبتي طلع بالحميد طبعا بقيت سودي شاري وحان جينينا ما شاهي وقوفة تسكح في الدوام ومر قدرك ودي البضان الدنيا ماشي هاد تسوى شقب اللوضي أم حرمت على الرسمي قام ماشي كتالو طبعا أترك المنكور طبعا ستار ناشونا لاي السنتر وغير مشوك بيها لا وعندي في الستار في كلية الضوالي ظاهرة في مفوت الصناعي والمطعم مستيبا أفضل في أغوست 2008 وبرناشي سنة يقدم بي التوشين أو الجرامة الإسلام إيو الحياة دمنهل إيو دوليو تشور مركا نستار كاسا حرون نوعا حرون تا مركا سمينا كدو وحب الله وانا الضوالة دي وكعنا حتى الضوالة دي وحي لغوقا وحب الله يعني حرون تا إيمالا وحي كومبليكيشن أي وحارو أكو كدو أديك السودان أهلي وحكد يعني برانش ام دي ار بي اس دي وعلى عثمان الفعال الدكتور تنفيش كعلم يا عثمان الشنر مغلظه بوق والله حرمت الدوام